السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ درسنا اليوم رح يكون عن كيفية تصميم غلاف لقناة اليوتيوب. طبعا غلاف القناة مهم جدا، وهو بيعتبر البوابة الأولى اللي بيشوفها الزائر أو المشاهد داخل قناتك، ويمكن للغلاف الاحترافي أنه يقنع الزائر بالاشتراك في قناتك، وبهيك بتحصل على متابعين دائمين. طبعا تصميمنا رح يكون عن طريق البرنامج المشهور كانفا. طبعا ندخل على الموقع البرنامج مباشرة في محرك البحث canva.com، بيفتح معانا بهذا الشكل. طبعا لازم تعمل تسجيل دخول اما عن طريق الفيسبوك او ايميل الجيميل، طبعا انا داخل عن طريق ايميل الجيميل. طبعا تقدر تشتغل عن طريق الويب سايت او عن طريق الابليكيشن. الابليكيشن عشان منزلينه، طبعا تنزيله سهل جدا، بتدخل على هاي الشاشة Open Application، زي ما انتم شايفين فتح معانا في هذا الشكل. طبعا في عنا تصاميم كثيرة، في عنا مثلا يوتيوب Thumbnail يعني صورة مصغرة لليوتيوب، يوتيوب بانر، غلاف قناة، تقدر تصمم بفيديو Presentation، في عندك فيسبوك بوست، تيك توك فيديو، انستغرام ستوري، فيسبوك كفر، عندك كثير امور. احنا اليوم درسنا عن غلاف لقناة اليوتيوب اللي هو يوتيوب بانر. بنيجي على كرييت ديزاين، اختار يوتيوب بانر، شايفين الابعاد 2560 ضرب 1440 بكسل، نضغط عليها. طبعا راح اعمل ابلود لصورة، راح اشرح عنها بعد التحميل. نكبرها بهذا الشكل زي هيك، او نحذفها، نيجي نسحبها سحب، سحبناها سحب زي هيك. طبعا نكبرها من هون عشان نشرح عنها. زي ما انتم شايفين عندنا في كثير ابعاد، عندنا للتي في في هاي الابعاد 2560 ضرب 1440، في عندنا للديسكتوب ماكس، طبعا تيجي على شاشه الديسكتوب كامله، في عندنا للتابلت، وعندنا الديسكتوب ماين او مينيمم، والموبايل. احنا طبعا بهمنا المستطيل هذا اللي هو السيف اريا، هاي الزهري الغامق، طبعا راح يكون شغلنا على هاي المنطقة. راح اترك لكم رابط موقع تحميل صورة الابعاد، وكمان رابط موقع مجاني لصور بدون حقوق في صندوق الوصف. طبعا راح اشرح عن كيفية تصميم قناتي، طبعا راح يكون الشرح على اساسيات بسيطة، وبعدين الباقي انت وابداعاتك. بنيجي اول شيء بنخفف شفافية الصورة، بنضغط على هاي المربع اللي ترانسبرنسي، بنخفف الشفافية من هون عشان نضمن يكون شغلنا في داخل المستطيل الزهري هذا. نيجي الان على اضافة تكست، نضيف اسم القناة add heading، نعم بنغير الخط، راح اضيف كايرو بلد، بنصغر الخط اما من هون او بنيجي من هون بنصغر هيك زي ما بدنا. الان بنحرك، طبعا الخط اللي ظهر امامنا اللي هو ايش، اجل الكلام او العنوان في النص، راح نغير اللون، نضيف من اللون الازرق عشان نعمل تقريبا زي إضاءة للاسم أو إفكت معين. بنيجي بننسخ الاسم، بنغير لون العنوان الأول على سبيل المثال، نعمله هذا اللون، تأكد إنه في النص هيك،
نيجي بعدين بنحرك الاسم الثاني تقريبا فوقه، نعمل عرض تقريبا، نعمل زي إضاءة للاسم. نيجي الآن بنضيف تكست ثاني عشان نكتب مثلا عن ايش تتحدث قناتنا. انا مثلا قناتي عن التعليم والتكنولوجيا، نكتب education and technology، نغير اللون الآن، نصغر الاسم شوي، تقريبا هيك. نخفف شفافية الصورة اللي ورا، الآن بدنا نضيف ستايل معين. طبعا انا عامل ابلود لكذا صورة بدي اضيفهم، فمثلا هاي الصورة نصغرها، انا بدي احطها في هاي المنطقة عشان نلف الصورة، نكبس على فليب في عنا يمين وشمال او فوق وتحت، انا بدي الفها، شوف كيف نغيرها هيك انه زي دلالة على البوصلة تقريبا، خليها في هاي الجزئية هيك. طبعا برا المستطيل المسموح فيه اللي هو المنطقة الآمنة، فبصغر الصورة شوي، حرك هيك تقريبا هاي ضمن الخط. بعد هيك بدي أضيف فريم، نيجي على إليمنتس على فريم، نختار الفريم اللي بدنا إياه، وأنا راح أضيف هذا الفريم نصغره، نلفه شوي، نصغر هذا الخط شوي، زي ما انتم شايفين. طبعا بدي اضيف صورة عشان ادخلها داخل الشاشة هاي، نيجي على ابلود، طبعا في صور انا محملها، طبعا هاي الصورة نصغرها شوي، نيجي بنحركها، شايفين بس تسحبها سحب بتيجي جوا الفريم هذا. الان بدي اضيف خلفية باك جراوند للصورة، تقدر تدخل على باك جراوند بتضيف الصورة اللي بدك اياها، انا في صورة محملة حاب اضيفها خلفية، بضغط عليها هيك، طبعا نكبرها او بنكبرها من هون بهاي الجزئية بس كنترول زد، او بجيبها بسحبها سحب هيك ضفتها، أو بيجي على الشفافية زي ما انتم شايفين. طبعا هيك انتهينا من التصميم، نشوف كيف شكله صار، كبرنا الصورة، هيك التصميم. طبعا هو عبارة عن تصميم بسيط بس لغايات التعليم، طبعا ترجع بعدين لمهاراتك في التصميم وكيف وكم بيكون خيالك واسع في التصميم. طبعا بنيجي بدنا نعمل تحميل للصورة، نكبس أو نضغط على شير، نيجي على داونلود، طبعا هيك حملنا الصورة، نعمل سيف.
نيجي الآن على القناة. طبعا احنا دخلنا على القناة من طبعا من هون، بتدخل على قناتك بنيجي على تخصيص القناة، بنيجي بعد هيك على العلامة التجارية، نيجي من هون تحميل اللي هي إضافة إعلان البنر اللي هو غلاف القناة، تحميل، نختار وين مكان الصورة. زي ما انتم شايفين طبعا هون قابل للعرض على التلفزيون في الجزئية هاي، وهون على الكمبيوتر بشكل كامل، واحنا بهمنا هاي الجزئية. طبعا هون كاتب لك قابل للعرض على كل الأجهزة، عرض على جهاز الكمبيوتر أو سطح المكتب، نيجي نضغط تم. نيجي نشر. الآن بنيجي على الاطلاع على القناة، شوف كيف صار الغلاف. زي ما انتم شايفين ظهر معنا في هذا الشكل. وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح. طبعا الدرس الجاي ان شاء الله راح يكون شرح عن تصميم غلاف قناة اليوتيوب باستخدام الموبايل، طبعا باستخدام تطبيق كانفا للموبايل. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، وشاكر لتواجدكم معنا. واذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتضغطوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.